السلام عليكم يا عبد الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم فضيلة الشيخ؟ أكرمك الله في خير حال والحمد لله. حياكم الله، عندي أربعة أسئلة وحقيقة منذ فترة أحاول أن أفكر أن أجد لها حل، والحمد لله الذي مكنني من الاتصال بكم. السؤال الأول فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب تحف المجيب على أسئلة الحاضر والمغيب، أعتقد لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الواجعي، في صفحة 406، عندما ذكر قضية بناء أنه تجديد القبة على تجديد البناء على بعض القبور، فقال نحن نقول وتلكم قبة الهادي بجوارنا، يعني قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتمنى أن قد رأينا المشاحي في ظهرها إلى أن تصل إلى الأرض، لكن نرى أنه ليس لدينا قدرة، فنحن إن شاء الله نؤجل في هذا لغد أو بعد غد، وهكذا بعض المنكرات. يعني يجب علينا أن نقوم بتهديم قبة النبي على قول هذا الشيخ. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب صحيح البخاري في الغسل ونحوه أن السيدة عائشة عندما دخل عليها أخوها وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، هل غسل المرأة يشابه غسل الرجال؟ هذا السؤال حتى تعلمهم كيفية الغسل. المسألة الأخرى فضيلة الشيخ، في صحيح البخاري أيضا في باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، قال أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. السؤال الذي يطرح نفسه من قبل بعض المشككين، ماذا يفعل فلان وفلان في بيت النبي، هؤلاء المخنثين في بيت النبي وفي بيت عمر؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، في مسألة أنه حديث طيب في فصل. طيب نعم نعم. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سنرد، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وتوثيق، سنجيبك أخي الكريم بإذن الرحمن الرحيم. اسمحوا لنا أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن نعود إلى الوصية الذهبية التي أرى